بعث صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيه تعزيه ومواساه الى فخامه الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهوريه باكستان الاسلاميه في ضحايا التفجير الارهابي الذي وقع داخل مسجد في مدينه بيشاور شمال غربي باكستان أعرب سموه فيها عن خلص تعازيه وصادق مواساته لفخامته ولاهالي الضحايا والشعب الباكستاني سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. وأكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء استنكار مملكة البحرين وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإرهابي الشنيع الذي يتنافى مع كافة الشرائع والقيم الإنسانية. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيه تعزيه ومواساه مماثله الى دوله السيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهوريه باكستان الاسلاميه